يا مساء الفل والهنا امبارح خطفنا شويه من اصحابنا ودخلنا بيهم جوه الصندوق السحري واستخبينا والنهارده بنكمل على بقيه اصحابنا وناخدهم وندخل جوه صندوق العابنا الحلوه صندوق السحري بتاع الطفوله عشان نستخبي ونقفل علينا ونبص علي الدنيا اللي بره وملناش دعوه بيها فيلا بينا نكمل التخلص من الوعثاء انا شخصيا من عشاء هذا الرجل وعشاء صفاته المتنوعه جدا يعني هو كاتب صحفي عظيم وخطير وكبير يعني كاتب دراما ومؤلف روائي يا لهوي. آه آه خطيب مفوه صوته عالي ورأيه صاخب وبيزعق علشان الفكرة بتاعته تفضل ثابتة وتوصل يس آه مثقف ثقافة عميقة جدا والحمد لله يا رب انه أنعم عليه كمان بالذاكرة يعني بيفتكر اللي اراه ودي نعمة أنا بحسده عليها وبنبر عليه فيها حقيقي فأنا من عشاقك الله يخليك يا أستاذ وأنت عارف كويس كده شكرا جدا وممتن للمشاعر الرائعه دي انا عايز امشي من كتر فيض الكرم ده خلاص كفايه يوم. حزنوك. قوي ايه ده انا قوي ليه بقى حزنقك؟ طب. لانه طبعا اكيد ان انا لما بقعد اشوفك آه بحاول اتخيل طفولتك كانت ازاي يعني انا لو ام ابني يطلع عامل كده ازاي؟ يعني اعمل فيه ايه عشان يطلع مثلا عنده التنوع في الثقافه العريض جدا ده عنده الاهتمام المتساوي بالموضوعات بالشكل ده عنده قدرة على استدعاء المعلومة واستخدامها في الحوار وفي في الخطابة بتاعته إزاي؟ أنا مش عارفة أعمل كده مع أولادي أصلا طب قول لي بقى طب قول لي قول إيه المشكلة؟ أنا أنا لسه يعني صدر لي قريب كتاب اسمه مشارف الخمسين موجز عن حياة عن علاقتي بوالدي ووالدتي الله يرحمه أيوة وأنا أعتقد إن هو المفتاح هنا يعني خدي بالك امي فضلت تقول لابويا مم. يا استاذ سيد مم. حتى ماتت لأن يعني هي توفت قبله ب 17 سنه امم تقول له يا استاذ سيد مم. ابويا بقى فضل يقول لهم الله يرحمها يا توفي مم. ده دلع عواطف لغايه ما حجوا هما الاثنين سوا فبقى لها يا حجه العلاقه دي اللي هي عمر ما ابويا في حياته وهو راجل استاذ لغه عربيه وعالم لغه عظيم وأزهار كبير مم. عمره في حياتي ما مد ايده عليا ما ضربنيش ولا بصبعه الله انا لما اجي بتعامل مع ابني ببقى طول الوقت ازاي هو اصل انت لما يبقى عندك سلطه على الابن م. ومسؤوليه كمان السلطه والمسؤوليه يغريكي من تضربي <applause> وانت عزائي وتعملي اللي انت عايزاه قال يعني لمصلحته ابويا ازاي هذا العالم الجميل قعد كل معايا ومع كل اخواتي عمره ما أزان بأي أذى بدني من أي نوع. إزاي راجل نجح في الثبات الانفعالي ده في التربية؟ أبويا مثلاً وأنا لسه ما كنتش أعرف أقرأ. كان بيجي بالقصص بعد ما يخلص المدرسة يجي نتغدى وبعدين ينام على السرير وموضوع كده وماسك القصة يقرأها وأنا قاعد جنبه أسمع القصة. الحالة التربية دي اللي هي من نوع ابراهيم روح جيب الزمخشري من المكتبة. اه. الزمخشري يعني. انت النهارده كده يا نهار يا نزرق. يا نهار يا <applause> صح. فيضحك. انا عيالي اساسا بيضحكوا اول ما اتكلم انجليزي. بيحسوا بالفضيحة ربما يعني بالعار من انجليزية والدهم. فيحيى وفاطمة اول ما اتكلم انجليزي بيضحكوا مش بس الرد الفعل الوحيد اللي عندهم. انهم بيضحكوا. وتحس انت يعني بموضع متدني جدا في الحياه فمتحسب <applause> فمتحسب جدا انا اقول مثلا كلام انجليزي في التلفزيون احسن يحيى قالوا <applause> <يا> وينتي <applause> بس كنت برضو انت متحسب لما بتقول لفظ عربي غلط آه تقول والدي آه لو كنت قلت كده انا لسه قدام من يومين قلت مرافعه جميله كده تلفزيونيه جميله وبعدين وانا بتفرج عليها هم عاملين يعني برومو منها يا خبر اسود في غلطه عربي فيها <applause> لو هو الله يرحمه كان عايش كان انبني فيها تأنيبا ازاي انا كده؟ يعني ازاي اقول كده؟ يعني طيب دلوقتي لما بتقولي انه لم يرفع عليك اصبعا أنتو انتوا كام الاول؟ انا احنا خمسه منى اختي طبيبه انا وبعدين تغريد خريجه فنون جميله هم كلهم دلوقتي عندهم ابناء في الجامعات يعني عبير خريجه ادب انجليزي وشادي هو صحفي وهو على اخر العنقود بس في الاخر شويه ايوه بقى يعني انت اخ كبير لاخ اصغر في فرق في فرق 12 سنه اه واختي منى اكبر مني بثلاث سنين طب معناته انه كان عليك مسؤوليه وزمان لما كانوا بيقولوا لي انت مين؟ اقول لهم انا ابراهيم اخو منى كان تعريفي لنفسي بمنى ابراهيم طيب ليه بتقول ما ما ضربناش ما كنتوا بتعملوا ايه كنت بتعمل ايه اي طفل في الدنيا لازم يعمل ما <applause> أيوة ده ما طفل نوع العمايل أيوة. بقى اه إيه؟ لا شقاوات بس احنا شقاوة احنا يعني اعتقد تقييمي كده انا تجاوزت ال 50 لطفولتي هناك طفوله سعيده جدا الحمد <applause> لله طفوله طبقه متوسطه الاب مدرس لغه عربيه وبعدين التعاسه اللي حصلت في حياتنا لما هو اضطر انه احنا راح اعاره اربع سنين ليبيا واحنا كنا معاه كاطفال لكن اضطر بعدها في منتصف الثمانينات انه يروح ليبيا تاني كتعاقد عشان اختي بقى اللي في فنون جميله تعرف مصاريف فنون جميله اكتر من اي مصاريف تانيه ما اشتغلتش بيها لغايه دلوقتي يعني وعشان يجيب لي عشان يجيب لي شقه في القاهره بقى الواد الصحفي اللي ايه لازم ابويا يقف جنبي فيه فدي أكثر فترة حوالي أربع سنين قضاهم برضو منفردا بقى هو دي أكثر حاجة تعسة في حياتي هو افتقاد الأب أربع سنوات ومرنا yeah. ومرينا مرحلة مرض أمي الله يرحمها بالسكر وقد يعني زاد عليها حتى انتهت الأمور بالوفاة دي فترات التعاسة بتاعت كل عيلة أظن أزو... يعني مرض سفر إنما إحنا ما عندناش ما كناش في البيت عندنا قصة كبيرة حتى الفلوس والعوز المادي مثلا لما يجي احتياج مادي كان عندنا الله يرحمه احد قريبنا جميل اسمه الحاج راشد اودع لدى ابويا كده بتاع 5000 جنيه مم. امانه عشان مش عارف هيشتروا ايه مم. فكنا كل ما نزنق في حاجه أم الله رحمة تقول هاتوا فلوس بفلوس حاج راشد <applause> طلعها يا حاج سيئة يا أستاذ سيئة هات لنا 100 جنيه من فلوس حاج راشد فأنا تخو يعني وأنا صغير لا. فاكر إنه فلوس الحاج راشد ده البنك <applause> ده, بي... ده في حاجة في حاجة اسمها الحج راشد يعني ده ده مصرف مركزي اسمه الحج راشد ويبقى يجي بقى الحاج راشد يطلب فلوس يقوم مرجعين له فلوسه أه. فيعني في فجد يعني يوم ما يبقى فيه ازمه ماليه كانت فلوس الحاج راشد يا الحمد لله أه. بنتصرف فيها ونخلص أه. ده ما يطلعش ابن معقد أه. اتصور يعني أه. وابويا الله يرحمه كان شيخ زري لطيف جدا كان ينام قصاد الافلام زي ما كل الاباء يعني لكن اول ما يبقى فيه بوسه في الفيلم يصحى آه. في حدس كده معين يخليه يصحى على البوسه يعني يا هو يعني هو ما غير على البوسه لازم يعني, يعني يعني لازم يعني تعرف اللي عمر الشريف وفاتح حبابه يعني ايوه ايوه طيب كنتوا بتلعبوا ايه؟ احنا برضه احنا في في مدينه اسمها وسنا ودي مدينه اللي هي ما تعرفش اللي هي مدينه ولا هي قريه عندنا كتير كده عندنا 4000 مدينه بالطريقه دي في مصر ودي تطلع لا اما مقاول لا اما فنان يعني مالهاش حل <حالية>. يعني <applause> فما كانت في فكره ان احنا نلعب ايه دي هي العاب المدينه المناخ لكن هي كانت مواسم يا استاذ سعيد يعني <معل> انا مثلا فتره تلاقي البلي اه البلد كلها بتلعب بلي واحنا كلنا بنلعب <معل> <applause> بلي والشارع كل يلعب كله يلعب بلي شويه كله يلعب دبور فاكره النحله ده النحله دي مره وهو واحد من زمايلي بقى في الشارع بيلعب دبور بقى فظيع والنجمة بتاعنا في النحله، باو دبور هو بيعمل باو كده في عيني، عارفه وزمان بقى كان مسمار عارفه المسمار اللي هو اللي في الحيطه ده ده وخشب وبتاع مش دبور أيوة بتاع أيوة تايوان أيوة. وكوريا والكلام اللي كده فراجل يعني بيلف في دوبرة وبعدين بوم في عيني المسمار لغايه دلوقتي انا عيني شمال اقل في النظر من عيني يا نهار ابيض اه وفاكر والله كانت عندنا دادا جميله كده بتساعدنا في البيت اسمها جميله بس هي الحقيقه كان شكلها من المستحيل ان يوصف بهذا <applause> <ده> الوصف وازاي <applause> والدها رحمه الله <applause> لما شافها في ايديه كده سماها جميله الا انه يعني كان عنده امل باي معجزه ما يعني <applause> <applause> فجميله دي خدتني ودتني المستشفى على كتفها وبتجري انا فاكر باشا ده كان اربع سنين تقريبا في عمره ففكره دم وعين بت من اللي بين الدبور فاحنا ايه بقى لعبت بلي دبور وبتاع نحله عقله عقله خشب برضه فظيعه جدا في قسوه شديده في الالعاب كانت عنيفه شويه البنات يلعبوا النيل والحاجات دي نيله وكده اه النيله اللي كانت ايه؟ اللي هي كانت اربع مربعات في الارض وبرجل واحده تقفز من مربع لمربع الحجله اه اسمها الحجله عندكم بس آه، احنا بالمناسبه الريف بيلو اسماء لحاجات تانية غير يعني اه, آه. يعني وطبعا لعبنا كالعاده عسكر وحراميه ولعبنا لكن انا مثلا من الحاجات الغريبه م. انه طول الوقت المواسم دي لعبه مع لعبه مع لعبه لكن طول الوقت تحس انها لعبه جماعيه يعني مش شارع او حي تخصص فيها لا ده البلد كلها فجاه بقت ظاهره بقت موضه بعد شويه بقيت شايف انه ده بتحصل في مصر كلها مش بس في المدن <applause> الصغيره لكن ما قال يعني كان عندنا صديق كده ابن نص لطاف جدا وبعدين قال لي انه مش عارف خاله جاب له لعبه من مصر جميله وبتاع لعبه ايه؟ 8 سنين تقريبا فرحت فتعرفت على بنك الحظ امم حاجه بنت لذينه بقى اول حاجه خواجاتي قوي اه واللعب على ترابيزه يعني احنا ال... احنا كان السيجه مثلا تلعب في البلد وكان حاجه لطيفه قوي اه. كنت تنزل احنا بلدنا بقى قريه الرمالي جنب وسنا دي آه. فتنزل فتلاقي كل البلد بتلعب سيجه آه. السيجه عارفه السيجه اه اه اه, اه عارفاها لعبتها آه. اه. ف... فالبنات كلها بتلعب سيجا و... وكلهم حاطين بيلعبوا على السيجا كده اه عدي ويبتلعدي... سلام عليكم وعليكم السلام آه اتفضل الله يحفظك اتفضل الله يكرمك بيلعبوا سيجا آه آه <applause> اصبح اللي هو موضوع ملوش علاقه يعني هم منغمسين محجن. جدا في موضوع آه السيجا اه, آه ف... فالسيجا دي كانت حاجه برضه ريفيه تامه كل العابنا عشان كده لما شفت بنك الحظ حسيت انه مجتمع تاني ثقافه تانيه مغايره تماما آه آه. والورق اللي عامل زي ورق الفلوس آه. وتشتري مش عارف محطه ولا بنزينه ولا مش عارف موقف قصه كده فيها عالم آه. ونقعد بقى مع ثلاثه اربعه من اصحابنا نلعبها فلاقي نفسنا بنتنقل طبقيا طيب ممكن تعلمني بنك الحظ بحيث ان انا طشت في هذه اللعبه خلاص والله نحاول نستعيدها اه هي إيه على فكره يعمل. اكتشفت ان مثلا شبابنا هم, هم يعني مش اصغر من حضرتك بكثير أه بكتير يعني أه المنطقه بتاعت أه 65 و <تصفيق> 75 <تصفيق> اه لا مش يدو الحدود مش بعيد أه عن بعض أه الحقيقه يعني اه ف عندهم نوستالجيا رهيبه مع بنك الحظ والله اه, اه انا صح مش حاضره الكلام ده بتداعب كل وجدانك في الموضوع ده اه, طيب اه بتحولك رجل يعني رأس مالي وصاحب مال وفي نفس أيوه الوقت تلعب بالفلوس لعب ويعني قصه آه جميله انت عارفه الاغنيه الرائعه بتاعت اسماعيل ياسين مش عارف هو عزة الجهل اللي ولا مين الفلوس لا السعاده اه السعاده قولي ايه سعادة قولي سعادة يا صاحبي سعادة سعادة في آه آه السعاده في الفلوس ناس آه قالوا لي السعاده في بعد الفلوس ولا كل بعيد على البنك الاهلي اه <applause> طب يلا يا اولاد والنبي هاتوا بنك الحظ أرجوكم الجنيه <applause> أقول في ظل هجمع وحوش الفلوس لما حسيت اني بيه كل ما امشي في اي حته ابتسام واللي يمسح في الشاكيتا باحترام واللي يشتم لي فلان واللي يعمل بهلوان واللي يفتح للمبان، واللي يفسح للمكان، كل دي كانت أوانطة بمسكرة مش بإخلاص أو إرادة، أي ضحكة ابتسامة عليها، بكرة تبقى فين هي السعادة، قولي يا صاحبي السعادة، قولي قولي، قولي <applause>